لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل على بركة الله في دولة إحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واليوم فتنة المال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم وهما مهلكاكم. يعني كانت الفتنة في المال من قديم الزمان، وستكون في أمة الحبيب أيضا فتنة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. هذا ما نحن فيه. المال هو كل ما لديك من نقود، من ذهب، من فضة، من عقارات، من مواد، من ممتلكات، من أي ذهب، يعني ذهب بجواهره وألماسه وكل مكوناته، أو ما يعادله من عمل، لأن العمل متاعك يثمن بمال. المجهود البشري في العمل، في الخدمة، في إعمار الأرض. المال أيضا يقدر به كل عروض التجارة، كل العقارات، أي حيوان، أي دور، أو أي حقول، أو محصولات زراعية، أو آلات، أو ملابس، كل الممتلكات. مالك هو ما تمتلكه، سواء نقدا أو عينا، ملخص القول، أو عملا، جهد تبذله، هو يقابله وقت ومال. إذا جعل المال ثمنا لكل شيء، كل الأشياء تثمن سبحان الله بالمال. ولذلك المالك للمال له القدرة على فعل ما يريد، على تحقيق رغباته وشهواته ونزواته ونزغاته، حلالا أو حراما. بالمال تبتعد عن الفقر، عن الحاجة، بالمال تحقق كل ما تريد. لذلك جبلت النفوس على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. بل زين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الشهوة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا المال به يقضى كل شيء، لذلك حببه الله إلينا، بل زينه الله إلينا، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا المال إما أن يكون مركبة هنيئة، وسيلة طيبة في هذه الحياة الدنيا، أو أن يكون والعياذ بالله مهلكة دنيئة. وأنت اللي تحدد سواء كان المال يكون خير لك وإلا شر لك. لذلك يجب أن نتحكم في تصريف هذه الأموال حتى لا نطغى في الميزان، كما قال تعالى: أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طبعا كلنا نريد الجنة، إذا يجب أن نتخلى عن الطغيان في تصريف هذه الشهوة. رأوا المال يا أخواتي في حد ذاته نعمة محضة، ليس نعمة محضة، هو في حد ذاته نعمة، لكن لمن يحسن استعماله. إذا هو لا نعمة محضة ولا نقمة محضة، هو مسؤولية، هو أمانة لمن أحسن أداءه. وربما إذا أحسنت استعمال المال تنال به درجات علا عند الله عز وجل. أما من أساء استعماله قد يفتن ويهوي به والعياذ بالله، تعرفوا، وربما حتى يصل به إلى شفا جرف النهار والعياذ بالله.
أنا وأنت أكيد نريد أن نجتنب هذه الفتنة وأن لا نسقط فيها، وأن يكون المال نعمة بين أيدينا وليس نقمة. ما هي الخطوات اللازمة لكي نتجنب هذه الفتنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. نعم المال الصالح للمرء الصالح. كيف نحقق هذا المنهج النبوي؟ يعني كيف أكون امرئا صالحا وعندي مال صالح مش مال فاسد؟ هي مشكلة البلاد والعباد فساد في الأموال. نبدأ بأنفسنا، هل نحن من أهل الصلاح عبادا وأموالا؟ من أجل ذلك دائما نفس المنهجية، سأثبت المعتقدات في قلبي، سأحيي سنن النبي وأحكام الشرع، وسأتخلق وأتحلى بأداب النبوة في التعامل مع هذا إن شاء الله هذا الخير. أما تصحيح المعتقدات، رب سبحانه وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا الله سبحانه وتعالى أخرجنا لهذه الدنيا وتكفل لنا بمقومات الحياة، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل الناس تأكل وتشرب وتتزوج وتعمل، طبعا هناك استثناءات وابتلاءات، لكن أغلب الناس تأكل وتشرب وتتزوج وتعمل، وإلا راهي تحت التراب توفاها الله. إذن هذا عطاء الربوبية، الله سبحانه وتعالى أخرج عباده وأعطاهم ما يلزمهم للحياة الطبيعية، هذا يسمى عطاء الربوبية. ولكن عطاء الألوهية، قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. هذا العطاء خاص بالمؤمنين فقط، رب يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، هذا عطاء الربوبية وعام للناس الكل. ولكن الدين والإيمان الصادق ما يعطيه إلا لمن أحبه، فإذا كنت على إيمان أنت محبوبة وعزيزة عند الله، فكوني أهلاً لهذه المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المال الوفير يا أخواتي ليس دليل محبة، لو كان دليل محبة لأعطاه لغير خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا الفقر أيضا دليل الغضب، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفقر اختيارا، أراد أن لا يذهب طيباته، يذهب يعني الآخرة متاعه بالاستكثار من الدنيا، فأجل التنعم في الآخرة، اختار أن يعيش كفافا، اختار الفقر اختيارا، ليس فقيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار طريق الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن الدنيا والمليارات والأموال التي نتباهى بها والأرزاق والبنون وغير ذلك كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وليست هي دليل محبة الله، وليست أيضا فقدانها ليس دليل غضب الله، إنما هو يعرف إذا جعلك غنية فهو يعرف أن الغنى ينفع، وإذا جعلك فقيرة يعرف أن الفقر ينفع. ثم من الناس لو ما أعطاهم الغنى طغوا، ثم ناس لو أعطاهم لو لم يعطيهم الفقر لكفروا، رب يعرف كل إنسان شنو يلزم في العطية. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. خطنا أنه إذا عندك ما شاء الله من الأموال والأولاد أن ربي سبحانه وتعالى قاعد يحسن لك، وهذا العطاء دليل أنه يحبك. قال معناها أعيد: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات لا يشعرون. هم لا يشعرون ولا يعرفون أن في ذلك فتنة،
أنه المال فتنة، أنه الجمال فتنة، أنه الأولاد فتنة. وربما تعجبك أولادك وتعجبك أموالك فتطغى وتنسى المنعم الذي أنعم عليك بالمال والبنون. وربما النعمة اللي هي المال والبنون ينسيك في صاحب النعمة اللي هو الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه وحبيبه أن كثرة المال قد يضرنا أكثر مما ينفعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم. احنا كلنا نكره الموت وقلة المال. اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت، والموت خير له من الفتنة. ويكره قلة المال، وقلة المال أقل بالحساب. ذلك سبحان الله العلماء يقولون إذا مات إنسان أنت تتحرق عليه وتقول صغير وين أصبح، أراه موت خير من حياته. ربي يعرف أنه لو كان بقى أراه شيخسر. يستحيل ربي يرضى لك الخسارة وأنت مؤمن. موتك في هيك اللحظة خلاص وفيت كل الحسنات، ما عادش عندك مجال باش تزيد من الحسنات وربما مش تزيد من السيئات. ربي برحمته وهو أرحم الراحمين يتوفاك عنده. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كانت الموت خيرا لنا. ثم قال: ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. أنت مقلقك أنه ما عندكش برشا أثاث وبيتك وكل شيء ناقص، رك لما تقف بين يدي الله وتتحاسب أنت أقل من حساب الغني. الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، لأنه خلال في ساعة تولي تقف على تدخل المغازة وتعبي ما شاء الله شريف، كما اللي تدخل بقضية ولا اثنين يقولوا لا تعدى من هنا في ساعة، في ساعة ولا خلق عدو يقف يستنى وشد الصف عليش غطر حسب عنده وافية ثقيلة شريف ورزين. إذا اللي يمشي خفيف لله سبحانه وتعالى حسابه خفيف بإذنه تعالى. نعم نعم. وليكون المال نعمة يا أخواتي، وليكون نقمة. يجب أن نصحح النوايا ونتيقن أن ربي حكيم في كل ما يفعل. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أول شيء نجدد نيتي في التعامل مع المال. مش عندك هذا، تجدد نيتك في التعامل معه. كل هذا نعمة كرمنا بها ربي سبحانه وتعالى، ما نمشيهاش في غضب الله سبحانه وتعالى، نجعلها مصدر حسنات وخير وبركات. الله ورزقني إياه وحرم غيري، وربي ما يحرمش ولكن ربي يمنع، هو المانع والمعطي سبحانه وتعالى. إذن يجب أن تكون نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى كي لا نفتن. ويجب أن نبتغي في كل ما آتانا حتى أكلي وشربي، باش يا ربي يطهر لي بدني من الأمراض، باش يصفو وقتي لعبادة الرحمن. لما نرعش على صحتي ولا نراعي صحتي مش نقعد أنا ما شاء الله صغيرة وجميلة ومن أجل يرونا، لا يعنيني في الناس، يعنيني أن يكون بدني على البلاء صابرة ولله ذاكرة. يعنيني أني نخدم حياتي ويحرمنيش ربي من كل ركعة من كل سجدة. نحب نحافظ على البدن، نحافظ أن تكون الشيخوخة طيبة كي تكون العبادة ما فيهاش كل على الناس، ما نكونش عالة على ابني باش يوضيني ولا بنتي باش توضيني ولا باش تغسلني. نحب نكون لاخر لحظة واقفة سليمة صحيحة، غايتي أني نعبد ربي سبحانه وتعالى، مش غايتي مش نقعد صغيرة كده نقول شاء الله ما شاء الله ما يضرش عليها أني صغيرة. وش أضاف لك؟ وش أضاف لك يا أختي؟ لا شيء. لكن لما ربي سبحانه وتعالى أعطاك نعمة الصحة وأنت تحافظ عليها وتتبع سنن النبي وتتبع، قال ربي اسألوا أهل الذكر وسألوا الأطباء، انتبع وأتثقف في ذلك، وغايتي باش نبقى سليمة البدن لأعبد الله عبادة حسنة. هذه هي النية التي يجب أن أجددها في قلبي
في التعامل مع ما أملك، أملك بدني أحافظ عليه، أملك هاتفي أحافظ عليه، كله وسيلة لجمع الحسنات ومرضاة رب العالمين. إذا لا تنسى نصيبك من الدنيا. شي إذا ربي أعطاك رزق لا منحبش، لا أنا نحب نكون زاهدة في الدنيا. الزهد راه مش في الجيب ولا في الماء، الزهد راه في القلب. نمشي تقول ما تحبش وانت قلبك قريب يخرج عليك الحاجة. تقول ساعة تحت قلت لا والله ما عينيش فيها ماذا بيها ذوق منهم الكل. على كل هي تتقيد لها كذبة عند ربي، راهو الأخت اللي قدموا لها كأس ويقدموا لها طعام وتقول لازم الحمد لله باش يقولوا لي هي متعففة هكا وكلاس. رأت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال راهو قيد لك ربي كذيبا. ولذا إذا قدموا لك حويجة وشتي تقول إن شاء الله بالشفاء. هذا بين قوسين مش هذا مجالنا. إذا خذ نصيبك من الدنيا لكن اجعله حسنات في الآخرة، ما تجعلوش خسارة في الآخرة. هذا هو القصد. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فيما آتاك، في المال اللي يعطاه لك الكل، غايتك منه أن تحمل الآخرة مش تحمل على كتافك وتتحاسب به. نطلب الكل لله سبحانه وتعالى. عاداتي الكل تقلبها عبادات، احنا توا عبادات نقلبناها عادات والعياذ بالله. ولا يجب أن يغرق الإنسان في الآخرة ويقول أنا متعفف وأنا نحب بساط ومخدة وفيه البركة وكأنه نبي مرسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة، لا سمعني، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا له راه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ويعمل ويعمل كاين يعني حاجة بسيطة احنا نعمل أكثر شي يعملوا هما. تقالوها يعني قللوا من شأنها مش كثيرة كما كانوا يتوقعوا أنه النبي باش يكون ويصوم مع عابد لله وانتهى وذاكر وصبيحة في يده وانتهى. لا لا، راهو ديننا دين وعمل، عبادة وعمل. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، طول الليل راني نصلي ما نرقدش. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. يعني لما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما يكفيناش احنا، لانه احنا نشكي في النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، انا يلزمني نخدم اقصى جهدي، الاخر قال باش نصلي ما نقفش، الاخر باش نصوم ما نقفش، الاخر قال ساعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ما قالهاش رياء عزكم الله وحاشاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما قالها تشريعا، قالها اخبارا لنا انه اتقى الناس واخشى الناس على وجه الارض، فهو الكامل المكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحن نأخذ نصيبنا من الدنيا لكن نحمله معنا حسنات إلى الآخرة. هذا حال المؤمن الصادق، هكذا يجب أن نكون. لأن لا ننسى نصيبنا من الدنيا ما أعطاه الله لنا وكتبه الله لنا نأخذه ونحن سعداء، وما منعه عنا نرضى به ونحن سعداء. والدنيا أخواتي جنة الغافر عنها في الحقيقة، أما المؤمن فهو يلتزم ويأخذ نصيبه وهو راض ويعيش في الدنيا كمطية للآخرة، لا يعيش للآخرة فقط ولا يعيش ولا يغرق في الدنيا فقط، يمتطيها يعتبرها فرس سيارة ليصل إليها بها، يصل بها إلى الآخرة إن شاء الله سليم. والدين يا أخواتي معاملة، أعطاك ربي زوج تحسن معاملة، أعطاك ربي أولاد تحسن معاملة، أعطاك ربي بيت تحسن القضية داخل البيت، كله إحسان في إحسان.
وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته. رأوا ذلك اللي زد وشد تركينا، رأوا مش خيركم هذاك. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. لأن الله كان بالآخرة ولا الإله كان بالدنيا، هما أفضل الناس. من هم أفضل الناس؟ اللي صنع من نفسه إنسان متوازن، يأخذ نصيبه من الدنيا، وذاك النصيب يكون مطية للآخرة. ذاك النصيب يكون الوسيلة. شنو اللي عندك وسيلة بخلاف الدنيا باش تجمع الحسنات؟ لكن خذ الدنيا كما أعطاها الله لك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو أصلا يا أخوتي ليست الدنيا هي المذمومة والملعونة أبدا. حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. لم يقل الدنيا رأس كل خطيئة، بل حب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ونجربوها من أنفسنا يا أخوتي. كان هكا كسحة الأمور المادية تبقى تستقيم، تعمل مضبوطة المطلوب. جات شي فلوس شوية، لابد تحب تعمل عوجة، لابد تعمل عملة، نضع في الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم فاش من زهرة الدنيا وزينتها. واللي نحب نشري، نحب نزين، نحب نبدل هيك الحاجة، ما نفسنا سبحان الله ديما نقول تتزلبط كل أفع عزكم الله. كالحية، والحية يجب أن تقتل. اللي عنده عقل الحية يقتلها. ما معنى يقتلها؟ يخرج الدنيا منها تستقيم، يفرغ من هيك الدمالة، يفرغ القيح تشفى بإذنه تعالى. مش باش يقتل نفسه، ما ليس هذا القصد، هو تعبير مجازي فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نولي فلانة عملت، أنا مش تعمل أحسن، فلانة عملت ونعطتني فكرة، والله في عرس إن شاء الله قدرت ربي مش نعمل هكا ونعمل حتى ما أحسن، وهكذا دولي. يلزم دائما ترجع النفس، كل قطار دائما ترجعه باش ما يخرجش على السكة بإذنه تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما زلنا في تصحيح النية في تعاملك مع المال اللي أعطاه لك ربي الكل نقدا أو عينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الدار الدنيا لشكون؟ لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه. إذا كل دنيا تقلبت حسنات في الآخرة مرضاة لله رب العالمين نعمة الدنيا، وبئست الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. أي عمل بشتعمله في هذه الدنيا راجع نفسك، يرضي ربي ولا ما يرضيهش؟ فيه شبهة ولا ما فيهش؟ ضروري ولا مش ضروري؟ قبل ما تندفعك وتسلبك نزوات النفس وتسلبك زينة الحياة الدنيا، لازم يكون عندك مكابح فرنات قواو ترجع بها نفسك إلى السكة الصحيحة، إلى الطريق المستقيم. خاطر الدنيا اللي تصدق عن الآخرة بئسة الدنيا، هذا ايش قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا اللي تغضب ربي عليك بئسة الدنيا. وإذا قال العبد قبح الله الدنيا، عزكم الله، الذين أتعزت الدنيا، أتعزت والله العزة كان منا يا أخوات، الدنيا خطيئة والعزاء صبر. قبح الله الدنيا، قالت الدنيا قبح الله أعصانا لربه. الدنيا ما تعصيش، الدنيا هي مطية عندك، أنت تجعلها مركبة هنيئة أو مهلكة دنيئة والعياذ بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن، عليها يبلغ الجنة وبها ينجو من الشر. المؤمن
المؤمن باللي نيته ديما ربي واللي ما يخرجش على منهج ربي. حاجه حرام ما نعملهاش حتى كان قلبي خرج حتى كان روحي خرجت معاها. نشكم نفسي، نتحكم في ذاتي، كل في النهايه هذه باش تكون لي في ميزان سيئاتي ولا في ميزان حسناتي. عاود ذكر نفسك بالجنه والنار وعقوبه الاسراف وحتى تي ميه تتزلبط. لكن احنا اللي حناش كيف يصعب علينا شدوه بالقوه، شدوه انت شدها بالقوه حتى تستقيم ان شاء الله. اذا نعمه الدنيا مطيه المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح للمرء الصالح. اذا لا مانع لوجود المال بين يدينا، ويحق لنا ان نتمتع بالنصيب الذي رزقنا الله اياه في هذه الدنيا، لكن بشرط ان يكون في اموالنا حق للسائل والمحروم، بشرط ان يكون غايتنا مرضاه رب العالمين، بشرط ان تكون احكام المعامله الماليه نعرفها وتعاملوا بها فلا ادخل في المعاملات المحرمه. هل هذا واقعنا اليوم؟ واقعنا اكثر كلمه تسمعها في البلاد الفساد. لا نهتم بالآخرين قبل أن نصلح أنفسنا. هل أنا عندي فساد مالي؟ مش لازم نعرض نفسي على الرقابة، نعرض نفسي على ربي سبحانه وتعالى، على القرآن والسنة. ربي قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اسأل نفسك أنت تحب الدنيا ولا تحب الآخرة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحب الزوجة قلني لك اجعلها مطية للآخرة، اجعلها حسنات في الآخرة مش حمل على ظهرك في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. صالحون دائما يقولون أخرج الدنيا من قلبك تجدها في يدك. جابوش من عندهم، جابوها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليها في يدك، مش قلبك قريب يخرج معها، مش قلبك محشي حزين كانها جات فرحانة باش تطير وكانها مشيت حزينة، يعني الكآبة الكل تهبطها على نفسك على من حواليك. هذا ما معنى همك في الدنيا. يلزم دائما همنا القبر اللي مش ندخلوا له كيف هو، روضة أو حفرة والعياذ بالله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. لو تصدق في النية تقول يا ربي كل ما أملك نحبه خالص لوجهك الكريم ونحبه مطية للآخرة ونحبه يتقلب لي حسنات في الآخرة، قال لك توي رضيك يجعل غناك في قلبك، قلبك يشبع. أنت لما ترضى تحس بالراحة، حتى كي ترضى ببيتك البسيط وسيارتك البسيطة تقول يا ربي بارك لي فيها والحمد لله أنت فرحانة. والسعادة في الرضا، مش السعادة إيش عندك أمام الناس وأمام نفسك وأمام عقلك. لا، نجم يكون عندك ما شاء الله وأنت مش سعيدة مش راضية، تحبان من مزيد. فالسعادة في الرضا وليست فيما نملك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. معناه اللي خرج الدنيا من قلبه ويجعلها مطية للآخرة، هذه باش يحس الرضا والقناعة في قلبه ويجمع الله له شمله. يعني صغيراتك وحياتك كي تلقاها سبحان الله ثم ود وثم دلاء وثم تواصل، الشمل مجموع وفكرك مجموع مش مشتت. كذلك تأتيك الدنيا، الدنيا يعني اللي رزقك نصيبك من الدنيا ماهوش باش يمشي، سيأتي. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، باللي يشوف مش فرحان يحب ما احسن، اي حاجه يغزر لها ويشريها والله حبيت ما احسن، والله سلفتي عندها والله بنت شويت راني ما وصلتش هذاك الكلام محروقه فقرك بين عيني. وفرق عليه شمله، اللي يجري على الدنيا ويحب كذا الدنيا تلقاه يجري مسكين يجري جري الوحوش في البريه، لا متمتع بزوجة، لا متمتع بأولاد، لا متمتع ببيت، سافر من بلاصة لبلاصة، هو يجري على فرده. إذا جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي به ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
اجري 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 والله ما كفش تاخذ كامل قيد عند ربي. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يحب الدنيا نعطيها له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، يعني يحب ربي زاد، لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. شكون راهو هذا اللي يحب كان الدنيا؟ ما حدثش على يحب الدنيا والآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. قلب ماله ما أعطاه ربي كله حسنات في الآخرة وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعطي مثال بسيط لأخواتي. أنا متزوجة وزوجي صعب الميراث، وأولادي لا مساعدة ولا عيلة في البيت، وندخل كل يوم نصلح اللي نصلح عليه، البيت عليه اللي نصلح عليه، فديت أنا بيهم عليهم. أنت تغلية ممكن يقصولك الحرارة الداخلية بتاع قلبك تولقى بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فاش تفكر يا أخواتي؟ أنا مسكينة، أنا ضحية، أنا تعبة، وهم ما يعاونوش، الأنا الأنا الأنا، حتى تصبح كتلة من النار متأججة متدحرجة. كيف أقلب؟ هذا موضوع بسيط وقيس عليه كل المواضيع. كيف أقلب حالي؟ ما هي هذه عادة؟ ما هي دنيا؟ كيف أقلبها للآخرة؟ أصبح الصباح يا رب عليك توكلت، اللهم أعطني قوة في بدني، يا رب سأطبق ما أمرتني به أن أتعامل مع زوجي بالمودة والرحمة، سأوده اليوم بالطبق الفلاني لأنه يسعده. قلبة العادة عبادة، إدخال السرور من أفضل العبادات، جبر الخواطر من أفضل العبادات، خدمة الناس سيد القوم خادمهم، وأولادي نتعامل معهم باللين بحكمة، يعني رويدة رويدة. أدخل هذه الخصال وهذه الآداب اللي تشبعت أنا بها وقررت أني نطبقها، ندخلها في قلوب أطفالي رويدة رويدة. لما ابنك أو بنتك تشوف المعاملة بالمودة والرحمة، حتى الحوار بتاعك يتبدل ويتغير، لا تعيش دور الضحية ولا دور احمد الله أنه ربي رزقك بيت، احمد الله أنه ربي رزقك زوج صالح. فكم من نساء يتمنين يعني بيت وزوج وولد. احمد الله أنه ربي رزقك الزوج الصالح، والزوج الصالح في حد ذاته نعمة، رزقك الأولاد ونعمة الولد ونعمة الإنجاب نعمة. هذه كانت عندي كلمة أقولها يعني بصدق، ولكن بعد هذا الابتلاء بتاع الكورونا أقولها بصدق وحب. نحمد الله على نعمة النفس، كنت دائما أقولها يا ربي لك الحمد على نعمة النفس، حتى رأيت رأي عين. يعني سبحان الله يا أخواتي، عدد النعم اللي أعطاهم لك ربي، واحمد الله اللي اعطاك القدره على طبخ الطيب، على القيام بشؤون بيتك. ترى النساء ما يعرفوش يقوموا بشؤون البيت، بيوتهم ولا حول ولا قوه الا بالله. فلما تقلب النيه وتهدي من روع نفسك وما تسمحهاش وهي تبكي وتنغنغ، راهي النفس كالطفل الدلول المعيوه الدروش، تمشي كلمه اخرى هكا النفس يا أخواتي. ابرمها قل لها هزي مدلك، انت تزوجت على شنو عامله؟ مش تحمل مسؤوليتك، مش تعمل بالموده والرحمه. قبل ما تلوم الاخرين اللي ما عاونوكش، عاون انت الناس وعاون انت زوجك واولادك. اطلب نفسك انت باش تعمل الافضل، ما تطالبش الاخرين يعملوا لك. المؤمن خدوم يقف يخدم، هو سيد القوم. إذا هكذا يا أخواتي نغير النوايا ونغير الأعمال ونجمعها لكل حسنات ونسافر بها إلى الله، سفر هنيء، قلب سليم، أعمال مقبولة عند الله عز وجل. هذه النقطة الأولى، معناها يسلم الإنسان من فتنة حب المال. ثانيا اليقين في حكمة الله، يعني إذا أعطاك ربي الفقر تيقني أن من حكمة الله أن أعطاك الفقر. إذا ابتلاك ربي بالغناء كله ابتلاء، فاعلمي أن ذلك خير.
الصعوبة أين أنت؟ وطنت نفسك وأصبحت قادر على تطبيق شرع ربي عند الفقر وعند الغنى أم لا؟ من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك القصد في الفقر والغنى، العدل، التوازن. العدل هو كفتي الميزان مستقيمة، أن يكون متوازنة. إذا كنت في فقر متوازنة، إذا كنت في غنى متوازنة. إحنا أغلبنا في الطغيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يا أخواتي، يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأنت يا أختي رب ما تملك حد شيء في الدنيا، أنت رب مستخلفة على مال الله. اللي ظن نفسه مالك حاجة في الدنيا جهل، والدليل أنك تخليه ويستخلف عليه رب غيرك، وهكذا دواليك. ويستخلف عليه غيرك بقوانينه مش بقوانينك. الإرث قوانين الله، ما ترك ماله يتوزع بين الناس بإرادة الناس أبدا، هو الذي قرر كيف يوزع الإرث، ما تركه للبشر. مش تعرف أنك مستخلفة، وحتى عملية الاستخلاف مقسمة من عند رب العباد مش من عند العبد. مهما كان مالك فالقبر مآلك، مهما كان. والاختيار لك إما أن تجعله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ما تخافش، احنا كنا هاربين من الموت، هي تجري في جردك، والمال ورزقك راه يجري في جردك كيف عمرك. وقال المناوي أحد أئمة الأمة: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأن الله تعالى ضمنه له فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الله يرزق من يشاء، يمنع من يشاء، لأنه يعلم حقيقة ما سأفعل أنا بالمال وما سيفعل الآخر بالمال. في عطائه حكمة وفي منعه حكمة. المطلوب الرضا، الرضا ثم الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال. لا ما ناخذش، أنا مش نرقد على أرض، ما نشريش فرش، ما نشريش خزانة، ما أنا زاهد في الدنيا. قال لك ربي على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يدي الله. الزهادة هو أنك تثق في اللي أعطاك ربي، مش في المال اللي عندك مكدس في البنوك، أراه في لحظة، في لحظة بقدرة قادر تفلس، وقد في لحظة تسيء استعمال مالك تفلس. أما حكمة المولى عز وجل في حسن تصريفه وحسن تدبيره لشؤونك لا يعادلها تدبير البتة، ولو أنك تعجز عن الفهم. خلي في قلبك المعتقد هذا، أن اللي أعطاك ربي الحكمة في ذلك والخير في ذلك فهو أحكم الحاكمين. ما ثماش أحكم من ربي باش ينظم لك حياتك المالية. وربي سبحانه وتعالى يا أخواتي لا يظلم ولا يغلط ولا يجهل، كل شيء عنده واضح. أنت عندك كل شيء غامض، عند ربي كل شيء واضح. حتى اللي باش تعمله ذريت ذريت ذريتك هيك المال يعرفه. فربي صرف شؤون عباده التصريف الكامل بلا ظلم ولا غلط ولا جهل ولا عياذ بالله. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. يعني ننتقل بعد تجديد المعتقدات، يعني تصحيح النية وإعادة الثقة بتدبير المولى عز وجل. ما كملتش أنا الحديث يا أخواتي،
قال ألا إن الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله. عندي ثقة في اللي عند ربي أكثر مني الأموال الكتسة اللي عندي، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. فقدت عزيز عليك، توفى عزيز عليك، يلزمك مش تكون زاهدة وفهم ربي سبحانه وتعالى، تقر مع الألم مع الوجع أنه موت هيك العزيز أفضل من بقائه. لما؟ لأنه ربي يعرف أن موته خير من بقائه، وكفى، وسلم الأمر إلى الله. مش نقعد نوح 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 سنين 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 وأنا زاخت على ربي سبحانه وتعالى من حيث لا أدري. أراك اللي يواصل في الحزن أراه ساخت على ربي ما غير ما يدري في اللاوعي متاعه، فيجب أن يستفيق. ثم ننتقل إلى أحياء السنن والقيام بأحكام الشرع في التعامل مع المال. قلت قال الله تعالى وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. إذا ربي خلق لنا الأرض وذللها لنا وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربي يحبنا نعمله، قال راني خلقت لكم هذا الأشياء الكل نحبكم تعملوا. وقال أيضا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. يعني انتهنا للعمل وللخلافة وللأعمار، هذا دورك مع العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذن مطلوب، وجاء في الأثر يعني الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدي حرك يديك أنزل على أنزل عليك الرزق. يا عبدي حرك يديك، أنت عليك بالحركة وربي عليك بالبركة. هذا العمل مطلوب، الرزق الحلال من الله والسعي من البشر، لكن طلب الحلال. ربي يحبني نعمل ويحبني نطلب الحلال. طلب الحلال هذا يستوجب تتبع سنن النبي وأحكام الشرع في كيفية طلب الحلال. الشروط لكي يكون مالي صالح وأكون المرء صالح يكون مالي حلال: أولا تحري الحلال، ثانيا الإجمال في الطلب، ثالثا بذل الجهد إلى آخر رمق في حياتك، تسعى باش تكون واقفة إلى آخر رمق في حياتك، ما تبركش تولي عالة على غيرك. رابعا تعول كان على نفسك، ما تكونش عالة على الغير. خامسا إياك والطلب والمسألة. سادسا احذر أكل أموال الناس بالباطل. سابعا ما تنساش الزكاة والصدقة. وثامنا إياك ثم إياك ثم إياك أن يشغلك طلب المال الحلال عن طاعة رب العباد اللي أعطاك المال الحلال. أدقق، أولا تحري الحلال. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا. هل تستطيع أن تقرض ربي وتعطي الصدقات والزكاة بالمال حرام؟ إذن فيها هذه الآية أمر بطلب المال الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. وقال أيضا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. وقت اللي تبات إن تعب من حركة ومن جهاد ومن خدمة افرح أن ربي اغفر لك. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الذنوب ما لا تغتفر إلا بالكدح على العيال. كان أنت فادة منه ويعني وعاملة مشاكل لزوجك والأولادك كتعب الجهد اللي أنت تعب به، هذيك يغفر لك السيئات السابقة اللي أنت جهلتها وتعرفهاش ويرفع لك مقامك عند المولى عز وجل. فاقلب تعبك نعمة في وقته، تبث السعادة والبشر والفرح على زوجك وأولادك. العمر قصير والفراق جاي لا محالة،
فلما ننغص حياتنا وحياة اللي حوالينا بالطاقة السلبية وبالحزن وبالألم؟ لما لا نسعد ولا نسعد؟ لما؟ لما ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إدخال السرور؟ البسمة والبشر يا أخواتي أجر عظيم وفضل عظيم ومنافع عظيمة، وإحنا نبخل بها عن أنفسنا ونعلم حقيقة أنها صدقة عند الله عز وجل، بل من أفضل الصدقات. لماذا وجوهنا أغلبها واجمة وحزينة وجازعة؟ لما؟ الحمد لله أننا مؤمنين. قال تعالى شوفوا يا أخواتي الرزق الحلال، حتى أصحاب الكهف قد يشرقدوا من عشرات السنين وقت اللي قاموا عند المرق، يعني عند المرقة دينار نقود بتاع عصرهم هما. قال خذ هذه الورقة، شوف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، شوفوا الحرص، أيها أزكى طعاما، حلال، استقامة، الشرع هو الأساس. مش أوفى حاجة أزكى طعاما، الزكاة أطهر. إحنا أصبح الكثير يا أخواتي من الناس لا يهتموا بمصادر ماله، هاتوا من حلال ومن حرام. وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. عادش عني، بل أصبح الكثير من الناس لا يخاف من الوقوع في الشبهات، إلا ذيك مكروه برا نسيلهاش تعدي مشي، ولا يسأل حتى عن الأحكام الشرعية في المعاملات المالية، لازم التزمت بتاعكم وتصعب علينا سهلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات. وربما قال مشتبه، المشتبه هو اللي تعرفه لا حلال لا حرام، مش متأكدة أنه حلال مش متأكدة أنه حرام، أنت جهلة بذلك. إش قربك من الواد؟ إش قربك من النار حتى تحرقك؟ إش قربك من السيل حتى يجرفك؟ إن لله حما، ما تقربش، وأن حما الله ما حرم الله، وإنه من يرعى حول الحما ليقرب يوشك أن يخالط الحما، يوشك أن يخالط المحرمات. وقال من يخالط الربا يوشك أن يجسر، اللي يقرب من الشبهات يتجرأ على الحرام، أما اللي ما يقربش ما يجبش يتجرأ على الحرام. بل أصبح الكثير من الناس يخالط حتى الربا، ما عرفش علي أنا تقول لك والله نعش أنا استعملت الكيراتين، ما عرفش علي حلال ولا حرام، يبطل الصلاة ولا لا، والله ما نعرفش، مش شمالي مش نسح، يعني أنا تجرأ حتى على الأمر المشهور. يتلقى سمعت رأي قرأت سمعت، لكن والله أنا سألت الحجامة بتاعي، قالت لا ما عرفش نعمل عليه، خاطر قلبي متعلق يحب الدنيا، يزمي يكون أنا أجمل من فلانة وشع بنتي توكي جبت شعرك ورديته ما شاء الله، وغضب ربي سبحانه وتعالى شرحت بش هو يراني مزيانة أنا ندخل الجنة، ولا أنا نخسر الكثير من فروضي ومن عباداتي. شو يزمي نصيبك من الدنيا ما تحمله حسنات مش حمل على كتابك. أصبح الكثير من الناس يخالط الربا، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة. تبدأ مطمئنة في حاجة تحب تسعد زوجك، ما شاء الله الشرع يعينك على ذلك ويجملك ربي بأبسط الأشياء، ولكن لما تتجرب على ربي. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ما تكون تقية عند ربي سبحانه وتعالى، ورمضان جاي بش ربي يمتحن تقواكم، ما تكون تقية إلا ما تبعد على الشبهة وعلى الريبة. أصلا إذا قربت من المكروه ومن الشبهة ومن الريبة فقد ابتعدت عن التقاة، والعاقبة للمتقين. وانت اختار تحب العاقبة ولا تحب العياذ بالله سيئات وغضب من الله سبحانه وتعالى. المحب الحقيقي لله والمتبع الحقيقي لرسول الله لا يكون صادقا إلا إذا كان صاحب تقوى وورع، ويبتعد عن الشبهة وعن الحرام،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم يكن فيه أو واحدة منهن. شوف يا أخواتي، عندكش حويجة من هذا؟ ولا شاء الله ربي يرزقها الثلاث. ثلاث من لم يكن فيه أو واحدة منهن فلا يعتد بشيء من عمله. العمل بتاعك الكل ولي هباء منثورة. إذا عندكش ثلاث حاجات اللي مش نذكرهم الآن. من لم تكن فيه تقوى تحجزه عن معاصي الله. اللي ما عندوش تقوى ما يخافش أن يوقع في الشبهة وفي الريبة ويتجرأ على الحرام، عمله محبط. وخلق يعيش به بين الناس. الدين أخلاق أو لا يكون، الدين أدب أو لا يكون. يعني تنجم تحفظ القرآن، تقرأ الفقه، تقرأ كتب وتكتب كتب، ما عندكش أدب، محبط. لا يعتد، قال سيدي رسول الله، بشيء من عمله عليه الصلاة والسلام. أو حلم يرد به عن السفيه. ما عندك زادة تساوح، ما تكونش عفوة، ما تكونش لينة، تكون يابسة. اللي يمسك يسمع حسك. تغششت، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكون قيمة هد خيمة. هذه يا أختي العمل بتاعك محبط. لذلك يقول رحمة الله عليه سيدي الشيخ، يقول: سبحان الله، ربما تعبد عبادة 40 سنة بغضبة واحدة تجعلها آباء منثورة. كنت أقول الكلام هذا مصعب وصعب ويصعب علي حتى تقبله. لما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما يتكلموش عن الهوى، هم يتكلمون عن علم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يعدل بالرعاة. الرعاة هي الورع. الورع ثمنها عند الله يوم القيامة عظيم جدا جدا جدا، هذه القيمة. لذلك قال سيدنا أبو هريرة: جلساء الله يوم القيامة من؟ أهل الزهد في الدنيا وأهل الورع. تحب تكون جليسة المولى عز وجل يوم القيامة، كوني زاهدة في الدنيا. لازمك تحب آخرته، تحبه هو، تفوضه هو. ولازمك تكون صاحبة تقوى وورع بإذنه تعالى. قال عمر: لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن إذا حدث صدق، وإذا أؤتمن أدى، وإذا أشفى ورعى. ودقق، ما تصدق حتى إنسان عنده أعمال، بنى مساجد ما شاء الله، بنى جمعية، ما تصدق حتى شيء من أعماله إلا إذا تأكدت من صدقه أنه لا يخون. إذا جاءت أمانة يحافظ عليها. وإذا أشفى ورعى، ما معنى إذا أشفى ورعى؟ وقت تجي بين يديه أموال الدولة ويستطيع يغرف من غير لا رقيب ولا عتيد، ينجم يحجز نفسه عن الحرام. إذا أشفى، وقعت بين يديه فرص وورعى. كما برشا من أخيان من القصص اللي نعرفه، أبوه ظلم في الميراث، أخذ الكل وأعطاه ليه هو فقط كل الأرض. لما توفى الوالد قسم الأرض كامل على أخوته. هذا لما أشفى وارعاه، جاء الرزق كامل بين يديه، لأنه أبوه فوضه، لكنه تورع عن أكل الحرام، أصلح كل شيء. نعرف شكون أبوه رزقه كامل من الخمر، ما قبل أي شيء، قبل فقط الدكان اللي بدأ به في العمل الحلال. قال ناخذ كان هذيك. وهو خلى مليارات، ومازالوا أخوته عايشين في الحرام وفي الخمر وفي المليارات، وهو ربي سبحانه وتعالى أغناها عن ذلك. إذا أشفى ورع، ورث ورفضه، لأنه يعرف المصدر بتاعه من الحرام. أهل ورع، أهل التقوى. احنا تو يعرفوا من حرام ومش رزق وكلا ورزق غير مش عندي بيه. انا جدت بالرأس ومات، وهو اللي كأين حتى انت ستحاسب من أبواب أخرى. اذا قلت اول شيء تحري الحلال، ثاني شيء اجمال الطلب. ما معنى اجمال الطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب، اطمئن رزقك جايك. ما معنى أجملوا في الطلب؟ ما تاخذش خدمة فيها حرام، ما تاخذش مصدر فيه حرام، ما تختار كان المصدر الحلال، ما تطلب الرزق والمال كان من الطرق الشرعية، حتى ولو بطاق
الحلال ما تمشيش للحرام. ديما اصبر وتوكل على الله وكون موقنة في حكمة ربي، حتى هذاك إذا ربي أبطأ عنك الرزق ومنع عنك الرزق لحكم يعلمها هو. كان عرفتها وشفتها ازددت اطمئنان، كان ما شفتهاش خلي اليقين يكفيك، خليك مطمئنة أنه اللي عمله ربي ذاك هو الحسن. الإجمال في الطلب يعني حتى حسن الوظيفة، حسن اختيار الاختصاص، كله إجمال في الطلب. لما سيدنا أبو ذر طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان، يعني ولاية أو معتمد أو مكان، قالوا استعملني، العامل هو العمدة والوالي وغير ذلك في مكان ما. فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ما نعطيكش راك ضعيف، نجم يضعف الإنسان، نعوذ بالله من العجز والكسل. ثالثا، إذا قلنا تحري الحلال وحسن اختيار الوظيفة، ثالثا بذل الجهد إلى آخر رمق. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. نخر لحظة، حتى عمرك 90 وتقدر تغرس غرسها غرسها، تقدر تحرك بيتك احركها، تقدر تطبخ طعامك اطبخ لاخر لحظه. احنا عندنا عاده كبرت شويه وعرست، هي تولي البنيه خدامه والكنه خدامه، واذا الزم اخت الراجل اللي كبرت وانت ماشي، والكل كل في خدمتي انا شنو كبرت، علاش تعطي نفسك تكون عاليه يا اختي؟ زوز من الصالحين أظنهم إبراهيم الأدهم وشقيق البلخي. ظل شقيق البلخي خرج يوما في طلب تجارة ما له، في الطريق دخل عزكم الله خربة ظالمة متروكة بعيدة باش يصلي أو يقضي حاجة نسيت، فوجد طائرا كسيحا وأعمى. قال سبحان الله، كيفاش ياكل ويشرب وكيفاش عايش؟ بعد قليل جاء طائر آخر ناشط وجاب الطعام في فمه وأطعم ذاك الطائر. وهذا يحدث، راه تشوفوا موجود، هذا يحدث بين الحيوانات. فقال أنا لماذا أذهب وأتعب وإذا كان ربي كفل رزق الطائر؟ ربي مش يكفل لي رزقي، علاش ما نكونش أنا كيفه متوكل؟ هي قصة الصالحين، راهم سبحان الله يعطيوا الأمثلة لنأخذ باش يقربوا الصورة لأذهاننا ونفهم أكثر الحقائق، الآداب والقيم التي يجب أن نتحلى بها. فلما عاد قال له إبراهيم الأدهم، إبراهيم ابن الأدهم: لما عدت سريعا يعني قبل الوقت المتوقع؟ قال: والله رأيت ورأيت ورأيت. قال له: يا شقيق، لما رضيت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تكن الطائر النشيط المضحك؟ معنى، ونحن هذه القصة يا أخواتي نعتبر بها. ثم قصة أيضا مع كسرى والشيخ، حكي أن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس في زيتونة، شيخ كبير ضعف السن ويغرس في زيتون. فقال: ماذا تفعل يا هذا؟ شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد 30 سنة، فلما تغرسها؟ فقال: أيها الملك، زرع لنا من قبلنا فأكلنا ونحن نزرع، لمن يأتي بعدنا لا يأكل. فقال له كسرى: زه زه، يعني عندهم في منطقة، أعطي مليون. أعطاه مليون، أمر يعني بجواره، قال أعطي مليون. فقال له: أيها الملك، شجر الزيتون لا يثمر إلا في نحو 30 سنة، حبل 30 سنة رجع لك أنتم، وهذه الزيتونة قد أثمرت في وقتها. جاء المليون، قال له: زين. فقال كسرى: فأعطني 1000 دينار. فقال له: أيها شجر الزيتون يثمر في 30 سنة مرة واحدة، وهذه أثمرت مرتين. قال: أزاه ولا رب، قبل أن أصابوا بالإفلاس، يعني عرف أنه أمام حكيم. أروا سبحان الله، العلم نور. رابعا، عول على نفسك، يعني تحلى تحري الحلال
وعول على نفسك. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني حسن الطباع أنك لا تسأل الناس، أن تعول على نفسك. المسلم كالنحلة الدؤوب، نشيط وخدوم، ولا يرضى أن يكون كلا على غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، ياخذ نصيبه الحلال ويهزه للآخرة. فإن الدنيا بلاغ للآخرة، ولا تكونوا كلا على الناس. إذن التعفف عما في أيدي الناس مطلوب، وإذا تحب الناس تحبك ازهد لأرزاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أو تبدأ ناقمة وتبكي وتشكي، أنا محتاجة، أخويا ما عطانيش، بابا ما عطانيش، أختي ما تلفتليش، ماما ما تحسش بيا، خرج من الدنيا من قلبك، ارضى باللي أعطاك ربي وتعففي، تو يرجعوا لك الكرب ويحبوك بصدق. لأنه سبحان الله التعفف هالة من نور في قلبك، طاقة إيجابية في قلبك، ستجذب كل القلوب الصادقة. صدقك يجلب إليك كل القلوب الصادقة. طمعك هالة ظلمانية تنفر كل الناس منك، كما قال من أحدث يعني ما سمعت واحد ياباني قال: هذا العقل، هذا المخ، سبحان الله كأنه مغناطيس. إذا أنت تحدثت على الرحمة تستجلب الرحمة، تحدثت على النقمة تستجلب النقمة. أنت حدد الشعب، الإطار، الهالة، الطاقة اللي تحيط بيك. كانك تذكرت الرحمة وكل الأشياء الطيبة رغم يجي كان الطيب. الله أعلم. واللي ما يشتغلش يا أخواتي، ما يشغلش يديه بالطاعة رغم يشغلوها بالمعصية. روية أن عمر بن الخطاب رأى 3 نفرا في المسجد، هذا توفقه عميق جدا وهام جدا هذه الحادثة، انتبهوا لها يا أخواتي. رأى 3 نفر في المسجد منقطعين للعبادة، فسأل أحدهم: من أين تأكل؟ فقال: أنا عبد الله، وهو يأتيني برزقي كيف شاء. فتركه ومضى. هذا صنف أول. صنف الثاني قال له من، فسأله مثل ذلك فأخبره أن له، يعني قال له: من أين تأكل وتشرب؟ قال: له أخ يحتطب في الجبل فيبيع ما يحتطبه فيأكل منه ويأتيني بكفايته. يعني أنا عندي أخويا يصرف علي، قال له: أخوك أعبد منك. لو سكت ثاني قال له: أخوك أعبد منك. الثالث ماذا قال؟ قال: إن الناس يروني فيأتوني بكفاية، يعرفوني محتاج يجيبوا لي. فضربه بالدرة وقال له: أخرج إلى السوق، أو كما قال أنت أخرج. لو سكت عليه الثاني قال: أخوك أعبد منه. والثالث قال له: أخرج أخدم على روحك، ما تكونش عالة على الناس. هذه الأصناف الثلاث. ما هو الدليل من القرآن أو من السنة؟ وكيف نفهم هذه أنواع من الناس اللي هي موجودة بيننا الآن؟ الأول قال: أنا عبد الله. أصبحنا نفهم ما معنى عبد الله، يعني وصل إلى مقام العبدية، يعني وصل إلى العبادة الخالصة لله، يعني كان طائعا لله سبحانه وتعالى. ما قالش أنا ذاكر، قال: أنا عبد الله. يعني العبد الحقيقي ليس صاحب الذكر المتواصل، بل هو من؟ هو صاحب النفس الطائعة لله سبحانه وتعالى، العابدة الخالصة لله سبحانه وتعالى،
التي لا تصدر عنها مخالفة شرعية أبدا، والتي تدرك الحكمة والأسرار الإلهية من وراء ما فعله مولى أو ما يفعله ربي في تصريفه لشؤون مملكته سبحانه وتعالى. صاحب العبدية نفسه مزكات، قلبه سليم، يعني طاهر طيب نقي طائع، أصبح سبحانه كالسباح الماء كما قلت، ما يأتي وما يخرج من فمه إلا ما يرضي المولى عز وجل. إذن صاحب العبدية هو حسن العبادة، مؤدب النفس، وحسن الخلق. هذا ما معنى أنا عبد الله. وصاحب العبدية قل طائع لله، يعني يؤدي الفرائض قبل النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال، يعني هذا حديث قدسي، ماذا قال الله؟ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن العبد لله هو الذي يؤدي الفرائض، مش الذاكر وشد تركينة وقاعد يسبح فقط، لا، أحب شيء إلى الله أنك تؤدي الفرائض الواجب، لأن الواجب إذا ما تؤديهش آثمة، تدخل في باب الكبائر. أما النوافل إذا ما تؤديهش مكش آثمة، نقصت من الحسنات فقط. إذن صاحب العبدية هو الذي يؤدي الفرائض، ربي هو المتكلم. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني العبد الخالص لله هو المستقيم، أعظم كرامة هي الاستقامة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أهو اللي يعنيني، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن وقت اللي قالوا أنا عبد الله، هو دخل في هذا المقام. إذا يطلب من عند ربي، ربي يعطيه، ولئن سألني لأعطينه. إحنا قلنا ليلة النصر من شعبان ربي يفي بالوعود، قال اللي يؤدي الفرائض بحق ثم يكثر من النوافل، رن ولسمعه ويده ورجله، وإن سألني لأعطينه. يولي عطاء من عند ربي، يولي من أهل التوكل. هيك علاش ما جاوبوش سيدنا عمر وما لاموش؟ قالوا أنا عبد الله تركه ومضى، لأنه سيدنا عمر بن الخطاب من المحدثين، من الملهمين، من الفاهمين، من العارفين، عرف أنه صاحب عبدية، صاحب مقام التوكل على الله. ويصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال له أخويا يصرف عليه، قال له أخوك أعبد منه. لما؟ لأن قلنا العمل عبادة، لكن عند الضرورة، عندما يستوجب الأمر أن تتفرغ لطلب علم أو تعليم الناس أو السهر على الناس أو يعني أعمال ضرورية لا تسمح لك بأن تعمل في كسب الرزق الحلال، هل يجوز أخذ المال؟ نعم يجوز. عن أنس بن مالك قال كان أخوان على عهد رسول الله، زوز أخوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي باش يحضر ويسمع ويسجل ويحفظ في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو طالب علم، وطالب العلم سيعلم الناس. وإن الطيور والأشجار والأحجار تستغفر لمعلم الناس الخير. قال يأتي النبي، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، والآخر يخدم في الحرفة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى. فجاء المحترف فشكى بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هو يستمتع بالعلم وأنا نخدم عليه وعلى روحي. قال له لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني لما أنت تنفق على طالب العلم أو معلم الناس الخير يزيدك ربي في الرزق، مش يعطيك نصيب هيك المعلم في وسط فلوسه وانت متفهمش حتى شيء ما من عندك، كله من عنده سبحانه وتعالى. قال حبان بن موسى
عوتب عبد الله بن المبارك لأنه كان يوزع المال في 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 أماكن متعددة حتى خارج المدينة اللي هو فيها على طالبي العلم وعلى معلمي العلم. فماذا قال؟ قال طلبوا الحديث، هؤلاء ناس طلبوا الحديث يعني حديث رسول الله يعني العلم الشرعي، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه للشكون لحاجة الناس إليهم، احتاجوا هما طلبوا العلم واحتاجوا للمال، ما تنجمش انت توفق ما بين طلب العلم تمشي يعني حتى تلامذة اللي تقري كان وقت العطلة، تلامذة اللي ما تخدم وهي تقرأ كان في الأوقات الفراغ. قال طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. يعني نعرف العلماء ورثة الأنبياء، فأعظم إرث على وجه الأرض هو علم الأنبياء. الصنف الثالث هو اللي ضربه سيدنا عمر بن الخطاب، الأول عرفه من أهل العبدية، الثاني قال له أخوك أعبد منك، ولكن ثم استثناء كما قلت للناس اللي مش تطلب العلم أو تبث العلم، وتشوف علماء تاريخ كبير من العلماء كيف سيدنا الليث بن سعد ينفق على سيدنا الإمام مالك وغير ذلك من القصص الرائعة في العصور الغابرة. الصنف الثالث صاحب طمع، هذا صاحب طمع، قالوا بالناس شوفني محتاجة تجيب لي، أنت طماع إذا أنت معول على غيرك. قالوا ضربه بالدرة وقال له أخرج إلى السوق. العمل يا أخواتي اجعل يدك هي العليا، قلك شاقي ولا محتاج، خلي يدك الفوقانية خير من يدك تحت الناس. قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. خليك سبحان الله صاحبة عطاء خير من صاحبة أخذ. خامساً احذر المسألة عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما في بيت، يعني جاء واحد من الأنصار قال يا رسول الله راني في حالة ما عندي شيء، جاء باش يطلب العينة. شوفوا المنهج النبوي وهذا اللي لازمنا نعملوه مع الفقراء اللي يسألونا، قالوا أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس، حلس الإبساط كما قلنا احنا درقة عزكم الله، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وكعب نشرب فيه من الماء، حويجة يشرب فيها الماء. قال أتني بهما، قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين للصحابة؟ أنك تشري من عند الفقير خير من أنك تحوجوا ليك، أنك تحلوا مشكلته وتعاونوا أنه يخدم ويولي عزيز ومرفوع الرأس خير من تخليه تحت رحمتك طول الوقت، أنك تجمع زكاتك وتحل بها مشكلة أسرة تعمل مورد رزق العام الجاي واللي بعده واللي هو يعاون فيك ويعطي الزكاة للفقراء الآخرين، أنك تعاون إنسان تخرجه جذريا تعطيه حل جذري خير من تخليه تحت الرحمة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه الصحابة بدرهمين، قالوا اذهب واشتري حطبا ثم بيعه وعد إليه. المنهج النبوي هو إخراج الناس من المذلة والحوجة، وشاقي ولا محتاج عند المقدرة، مش مع الناس المتعبين الغير قادرين عن العمل. ثم قالوا هذا خير لك بعد ما باع وجاء، لكن قبل سبحان الله ما يشتري وقت اللي اشتراه الصحابة الكعب والحلز اشتراه بدرهمين، قالوا الدرهم هذا تمشي تشري به أكل وشرب للأسرة، فلا بد من إخراج الناس من الحوجة، لا بد من الحفاظ على كرامة الناس ما نخليوش الناس بجوع وفي حاجة، يعني نحل مشكلة الفقير السريعة الحاجة الملتهبة السريعة، ونحل مشكلته المستقبلية أن ينخرجوا من الاحتياج المستمر. قال له هذا خير لك، فأنت لأن أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، اللي يسأل عنده نكتة
طري فيه قسم الوجوه حتى يأتي يوم القيامة وجهه بلاش لحم. نعم الكثير المسألة. نعم لكنها تجوز المسألة في ثلاث أحوال لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، اللي عاجز عجز كلي مش يموت، هذا يجوز أن يطلب يسأل. أو ذي غرم مفضع، غرم يعني جاهدين فلسة أشياء ضغطة أشياء مش دخلوا للسجن، يجوز أن يطلب من الناس. أو ذي دم موجع، مثلا عمل حادث قتل روح يزم خلص دية، دم يعني فيها روح فيها دماء وفيها حقوق، هذا يجوز له أيضا أن يسأل. إنسان مرض مرض شديد يمكن يوصل للموت ويزم يعمل عملية وغير قادر على العملية ولا يزم هو مشلول يزم وسيلة باش يتحرك يطلب، وهذا لا يدخل في دائرة اللي وجهه يأتي يوم القيامة منزوع اللحم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. اللي يبدأ يسأل في الناس مش يحب، يحب يسمح داره أرضى بالله أعطاك ربي، مش مش يحاسبك ربي إذا أنت ما عندكش صالة، لكن مش يحاسبك إذا تطلب مش تعمل صالة، خاطر ما هيش فرض وما هي باش تزيدك أي شيء، زينة الدنيا وحب مظهر لأكثر ولا أقل، عيش باللي أعطاك ربي خير من اللي تطلب من الناس وتصل يوم القيامة تحمل جمرا جمرا بين يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. السؤال أطلب هات 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 أعطيني يا فلان، ثم ناس يوصلوا يعني في الشوارع في غير ذلك يجمعوا هذوك، إذا كان هموش محتاجين هموش داخلين في ثلاثة اللي ذكرتهم أراهم يلقاوا ربي وجوههم بلا لحم والعياذ بالله. سادسا إن شاء الله ندركوا للحصة المقبلة: احذر أكل أموال الناس بالباطل، وفي هذا أمثلة كثيرة وكثيرة وإحنا نقوم بها ونحن لا ندري، منها أني لا أنفق على زوجتي وعلى أولادي، أنا آكل مالهم باطلا. لما لا أنفق الحد المطلوب الأدنى يزرق تكسيها وما تجوحهاش ما هي لصغيراتها، إذا ما تقومش بهذا الواجب فأنت داخل في الآية الكريمة آكل أموال الناس بالباطل، لأن المال اللي أعطاه لك ربي فيه رزق الزوجة والأولاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.